مرحبا بكم أطفال مجددا في الحلقة رقم 2. سوف ننقل الأطفال إلى مدارسهم. إذن هذه هي الحافلة الصفراء. نرى الحافلة في الجانب الآخر. انظروا معنا، هذا هو سائق الحافلة. إذن نتوجه نحو الأطفال كي ننقلهم إلى المدرسة. يركبوا معنا في الحافلة. نلف هنا على اليمين، نتوخى الحذر. هؤلاء هم الأطفال، 3 أطفال ينتظروننا هنا ببطء. شاهد الأطفال يركبون الحافلة، فتاة وولد صغير، وفتاة أشقر، شعرها أشقر. إذن ننطلق إلى المدرسة. نلف هنا ببطء على اليمين، على اليسار، نسرع قليلا. هل أخطأنا المسار؟ نعم، لقد أخطأنا. يجب أن نذهب في الاتجاه الآخر لكي نصل بسرعة. هذا هو الاتجاه الصحيح. ننتظر قليلا. نعم، يجب أن نلف على اليمين. نذهب مباشرة المدرسة هنالك في الأمام على اليمين. فرامل هنا، نلف. لا يجب أن ننقل طفل آخر، ينتظرنا. ينتظرنا هنا، يركب مع أصدقائه. هذا هو الطفل، شعره بني. وننطلق إلى المدرسة. أين سوف نذهب؟ سوف نذهب على اليسار لكي نختصر الوقت. نختصر الوقت. إذن نذهب هنا ثم على اليسار. على اليسار. سوف نتوقف هنا قليلا. سوف نذهب إلى اليمين أم إلى اليسار؟ هنا. الطريق، لا، ليست هذه هي الطريق. يجب أن نذهب إلى اليسار أيضا. يجب أن نتبع المسار هنا لكي نصل إلى النقطة الحمراء. هنا الحافلة تظهر باللون الأزرق، والمسار هو المدرسة باللون الأحمر. هذه هي الخريطة. سوف نلف على اليسار مجددا، ثم اليمين، ثم إلى اليسار. هذه هي المدرسة باللون الأبيض. نلف هنا ببطء ووصلنا. ها هم الأطفال ينزلون إلى المدرسة سعداء. وشكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الحلقة المقبلة. إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.